السلام عليكم الناس مرحبا بكم في قناة هواس قطني هاجر وصفات لي الحدك كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله اليوم جيتكم بوصفة جديدة كغنديرها ان شاء الله في الفطور وبغيت نشاركها معكم اللي هي طاقت معمرة مالحة نبداو على بركة الله عندي البنات غنشد طاوة غندير مقلة غندير فيها بصلة مشحرة شحره آه، غنشحرها بالتومة والملحه وغنضيف ليها الكفته ديالي وغنضيف ليها الربيع والعطريه اللي هي الكمون والسكنجبير وشويه ديال البزار ومليحه وغندير الثومه بودره وغندير البصله بودره اللي ما عندهمش يقدر يستغنى عليهم ونشحرهم مزيان بنات شويه الكمون شويه التحميره حتى هي نشحر البنات مزيان ومن طيب ليا غنديرها في الطاوه وغنقلي شويه ديال البطيطه شي جوج بطيطات غنقطعهم مرصوات صغار ونقليهم حتى هما ونديرهم في الطاوه ونزيد عليهم الزيت ومقطع وسته ديال البيضات ونخلط البنات مزيان الحشوه ديالي وغنسلق ثلاثه ديال البيضات على حسب الديكوراسيون صافي وباستا سفوليا انا كناخذها جاهزه البنات من سوبر مارشي من الكوب يعني نتوما غادي غنخلي لكم مقادير في الفيديو راه غتلقاوها غنديروا الباستا سفوليا في الطاوه ندهنوها بالزيت وغندردوا عليها شويه ديال الدقيق وغنديروا البيض ديالي كيف ما كتشوفوا كتشاهدوا نديروا الفرماج هو الاول حيت ما يكون من الفوق حيت كيتحرق كنديروا انا من التحت صافي ونضيفوا ليها الحشوه ديالي وندخلوها ان شاء الله في الفران باش طيب ليا ونقلبوها لما طابش من تحت نعود نحمروها من تحت صافي نحطوها للضيوف ديالنا كنتمنى تعجبكم الوصفة ديالي اليوم وكنتمنى تشاركوا معي قناة ديالي وتشاركوها مع أصحابكم وإن شاء الله إلى الفيديو الجديد مع السلامة خليتكم على خير